السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين هنبدأ الحديث إن شاء الله على مادة الكلينيكال إيميولوجي، واستكمالا إن شاء الله لموضوع البيسك إيميولوجي. معرفش إذا أنتم مذكرين أم لا، لكن إن شاء الله حاول نذكر، لأنه تحدثنا في البيسك إيمينولوجي على عدة أمور، منها جنرال توكينج تحدثنا فيه عن الإيميون سيستم، وتحدثنا فيه عن الإنيت إيميونيتي والإنفلاميشن، وكذلك تحدثنا على الام اتش سي كلاسز، تحدثنا عن الكومبلمنت، وكذلك تحدثنا عن التي سيل والبي سيل اكتيفيشن، كما انه تحدثنا على البي سيل اكتيفيشن وعلى الانتي بودي برودكشن وكيف المولكيولار بيسك لهم. واخر كان حديث ان في هذا الجانب على موضوع السيتوكاينز في هذا الموضوع. ان شاء الله رب العالمين نستكمل المواضيع زي ما تحدثنا، بانه كان في عنا في بداية المحاضرة الاولى في الفصل الاول كان موضوع الكوريكولم واضح ايش العناوين اللي هنتحدث فيها من خلال العام كله. فان شاء الله هيكون الحديث اليوم او الحديث في هذه المحاضرة وما يلحقها من محاضرة اخرى نتحدث فيها على الاميولوجيكال توليرانس، وكذلك على autoimmune disease. هذا إن شاء الله رب العالمين. فمن هنا أجى الحديث على immunological tolerance. وطبعا إحنا نرجع بالذاكرة في موضوع التوليرانس، ذكرنا إنه في عندي بناء بيحصل للبي سيل وكذلك للتي سيل، الاثنين بيحصلهم عملية production في داخل البون مارو. وكان الحديث انه في هناك حاجه اسمها عمليه education وعمليه selection بالمعنى الاصح. اذا بتذكروا بانه تحدثنا انه البي سيل بيحصلها حاجه بسموها نيجاتيف selection، وكذلك التي سيل بيحصلها بوزيتيف ونيجاتيف selection. البي سيل بيحصلها هذه selection في داخل البون مارو، والتي سيل بيحصلها في داخل اللي هو التايموس. وسمينا هذا الامر بانه حاجه بسموه سنترال توليرانس، تمام، في هذا الجانب. وذكرنا على السريع بانه السنترال توليرانس لخليه البي سيل في داخل البون مارو ممكن يحصلها هذه خليه البي سيل يا اما تروح على الابوبتوسيس، يا اما يحصل لها حاجه بسموها انيرجي، يعني خليه مسالمه ومش عايزه تعمل مشاكل، يا اما يحصل لها حاجه اسمها ريسبتور اديتنج اللي هي عباره عن عمليه اعاده صياغه في موضوع البي سيل بحيث انه ما تحملش اي انتي بودي يقدر اللي هو يعني طبعا او تنتج انتي بودي ضد اللي هو السيلف انتيجن. هذا الكلام على مستوى السنترال. وكذلك تحدثنا على مستوى التي سيل بانه التي سيل عندما تدخل على التايمس طبعا بتكون اماتشور، تبدا عمليه الماتشوريشن تاعتها تكتمل في داخل التايمس، وقلنا طبعا بتدخل عندنا على منطقة اسمها الكورتكس بيحصل لها حاجة بسموها positive selection، وبعد ما يصير لعملية positive selection بيعادك تنتقل إلى منطقة اسمها المظلة، وفي المظلة بيحصل عملية اللي هو negative selection. وبهذا انه التيسل في الحالة هذه بيصير لها عملية education بحيث انها تخرج هذه التيسل، سواء كان عبارة عن تي هيلبر اذا ذكرين سي دي 4 سيل، او تي سايتوتوكسيك سيل اللي هي عبارة عن السي دي 8 سيل، هتذهب عندي اللي هو الليمف نود. وكذلك البي سيل بعد ما يحصل عملية النيجاتيف سيليكشن في داخل البون مارو بيحصل لها الهجرة لمناطق الليمف نود، وكل واحد منهم بيروح على الاريا اللي هيقعد فيها طبعا في هذا الموضوع. هذا الكلام تحدثنا عنه في خلال الفصل الماضي ومن باب التذكير. اذا الان فهمنا موضوع التوليرانس as a central tolerance. طبعا احنا هنا كمان بنحاول نتحدث بانه بقدرش اقول انه انا في عندي 100% من الخلايا البي سيل كلها بصير لها education بحيث انه يكون عندي هناك negative selection للبي سيل. وكذلك التي سيل مش كل يعني بمعنى اخر انه البي سيل
بقدرش اقول انه كل الانتيجينات بتاع جسمي تم التعرف عليها والتعامل معها من خلال الادوكيشن في البولمرو. وكذلك نفس القضية التيسل، طبعا في نسبة كبيرة جدا من الانتيجينات بتاع جسمي تم عملية البرزنتيشن تاعتهم على الامات سي كلاس 1 و 2 وصار ادوكيشن طبعا في داخل التايمس، الا انه يبقى في بعض من الانتيجينات لم يتم التعرف عليهم. فمن هنا لابد يحصل حاجة بسموها بريفرال توليرانس. تمام، اذا الخلية عندما يصير لها ماتشوريشن بروسيس وتذهب عندي على البولمرو على الليمف نودز، تمام، وبعدك تنطلق في داخل السيركوليشن، بيحصل عندنا عمليه الاديوكيشن الاخر من خلال توليرانس على مستوى البليفرال اللي حنتحدث عنه ان شاء الله، اللي هي تر اون لا سواء كان للبي سيل ولا التي سيل. اذا هذا الامر موجود، بهيك بتكتمل الصوره بتاعت التوليرانس، وبنكون عايشين بمعنى اخر في سينكرونس، انه عمليه تجانس الخلايا بتمشي في داخل جسمه والحمد لله ما فيش عندي اي حاجة بمفهوم اوتو اميون. اذا باجي بنتقل هنا للفقرة الاخرى في داخل هذه السلايد. ايش بتحكي لي الفقرة؟ بتقول لي loss of self tolerance lead to the autoimmunity. اذا اي خلل بيحصل في خلال الحياة بتاعت الخلية، تمام، هذا حيوديني الى حاجه بسموها اوتو اميون، يعني حيصير في عندي لخبطه، بمعنى انه الانتيجينات بتاعت جسمي في منها حيتعرض لمهاجمه من خلايا الاميون سيلز. تمام، ومن هنا اجت عمليه اللي هو الاوتو اميونيتي. بمعنى اخر بقدر اقول اذا كان في عندي كمان مثال، وهذا الكلام كنت اذكره من خلال المحاضرات في الفصل الماضي، بانه لو انا عملت اديوكيشن لخليه التي سيل في التايمس وعملت بوزيتيف سيليكشن وبعد هيك فشلت في النيجاتيف سيليكشن، تمام، وصار في عندنا نوع من الاسكيب للخلايا التي سيل، تمام، هذه الخلايا اللي فشلت في النيجاتيف سيليكشن او ما عملتش النيجاتيف سيليكشن ممكن تعمل لي برضه اوتو اميون ديزيز. اذا الاوتو اميون ديزيز هو عباره عن اللوس اوف توليرانس، لوس اوف ايش؟ اوف سيلف توليرانس بشكل او باخر. هذا المفهوم عندي من خلال هذه السلايد. في عندنا هنا تيبل، التيبل هذا بوضح لي بقول لي ان جنرال بنقدر نقول طبيعه الانتيجينات بشكل عام، تمام، بغض النظر ايش طبيعه الانتيجين هذا، وذكرنا انه الانتيجين ممكن يكون في وضعيه معينه عباره عن اميونوجين، تمام، وفي وضعية أخرى ممكن تكون توليرجين، يعني عامل توليرانس لو دخل جسمي مش هيعمل لي مشاكل. إذا من هنا بيجي عنا إنه بيجي يحكي لي إنه في عندي عوامل، هذه العوامل ممكن تستدعي هذا الأنتيجين إنه يكون عبارة يعمل لي إميون ريسبونس أو يكون عندي عبارة يعيش في توليرانس هذا الأنتيجين. من ضمن هذه العوامل الفيزيكال فورم اوف ذا انتيجين، يعني بيجي بيحكي لي بقول لي اذا كان عندي الانتيجين لارج واجريجيتد وكومبلكس هاي، تمام، هذا بيستدعي انه يعمل اثاره للاميون ريسبونس، يعني يكون عندنا از اميونوجين. لكن ممكن يكون هذا الانتيجين سمول سوليوبل اجريجيت فريلي ريلاتيفلي سمولر، تمام، ليس كومبلكس، هذا بنقدر نقول مش هيحصل له بروسيسنج في الانتيجين بريزنتنج سيل، واحتمال يظل عبارة عن tolerant antigen وما يعني مستدعيش immune response. الشغلة الثانية بيجي بقول لي root of antigen administration، يعني بيجي بقول لي أنا لو أنت قمت أعطيت هذا الإنسان antigen، تمام، إذا أعطيته مثلا في position معين وفي بسموه mode of transmission، تمام، من خلال subcutaneous أو intramuscular، تمام، ممكن يستدعي immune response. لكن لو انا اخذت هذا الانتيجين ده سيم انتيجين باي اورال، او بعض احيان ممكن اخده انترافينوس، ممكن يكون عباره عن توليرانس انتيجين ما يعمليش اي ستيميوليشن. بقول لي عامل اخر الدوز، اذا كان انت اعطيت الانتيجين باوبتيمال دوز، يعني شيء اوبتمايزد، تمام، في الحاله دي ممكن يحصل عندنا الانتيجين هذا يعمل لي اميون ريسبونس. لكن ممكن لو اعطيته انت مثلا اعطيته فيري لارج دوز كبيره مثلا، او اعطيت عده مرات من هذا الانتيجين دوزز، تمام، او اعطيت فيري سمول منه، تمام، اوكي، ممكن يكون عندنا توليرانس لهذا الانتيجين.
شغلة أخرى بقول الـ age of responding animal، يعني مثلا لو أنت أعطيت الأنتيجين هذا الـ animal mature، تمام، old animal على سبيل المثال، أوكي، فهذا بتوقع أنه الأنتيجين يكون يعمل immune response. ليش؟ لأنه أنا بقدر أقول أنه الاميون سيستم في الحالة هذه عبارة عن mature، تمام. لكن لو أنا أعطيته newborn الاميون سيستم أصروش نوع من الديفلوبمنت، فمعناته مش هيعمل ريسبونس لهذا الانتيجين اللي دخل على هذا الجسم. شغله ثانيه بيجي بقول لي ديفرنشيشن ستيت اوف ذا سيل، بقول لي طبعا انا اذا كانت عندي الخلايا بالفعل ديفرنشيتد فيري ويل وفي عندي ميموري بامكان اشكل للتي او للبي، هذا الكلام ممكن يكون عندي هناك اميون ريسبونس اجينست ذا انتيجين. لكن بقول لي اذا كانت الخلايا اندفرنشيتد على سبيل المثال، وهنا شوية البوكس هنا بقول لي انه البيسل undifferentiated، بعض احيان بقول لي قول لي اي جي ام ما فيش اي جي دي، لكن في بعض بكون عندي اي جي دي بحكي مش كثرة اي جي ام، يعني الاي جي دي بكون اكتر بشكل او باخر على السيرفيس بتاع الخلية، تمام، او مثلا الخلية تيسل undifferentiated، هذه في الحالة هذه الخلايا هذه ممكن ما تستطارش وما تعملش اميون ريسبونس. اذا بمعنى اخر خلينا نقول البوكس هنا بقول لي الاندفرنشيتد الخلايا البيسل او التيسل، اعرف انه بنميل انه الانتيجين لما بيدخل على جسمي في هذه الوضعيه انه ما يكونش عندي اميون ريسبونس. هنا من باب المراجعه بقول لي انا في عندي بوزيتيف سيلكشن في التايموسايت وعندي نيجاتيف سيلكشن، الكلام اللي ذكرناه نطلعوا له بشكل او باخر. السنترال توليرانس كمان في البي سيل زي ما ذكرنا كلام ذكرته في السلايد اللي قابل ليك، انه انا يا اما الخليه البي سيل يحصلها ديليشن يا اما يحصلها انيرجي زي ما احنا شايفين، تمام. ايش يعني انيرجي؟ يعني وكانه الخليه بتقول لي خليني عايشه ومش هعمل مشاكل. قضيه خليني عايشه هذه انا بكون في حاله انيرجي، بمعنى انه مش هعمل، يعني مش هيصير لتحفيز، وهذا ليتر اون هنحكي فيه. بمعنى ذكرناه في السنترال توليرانس انه البي سيل هيحصل عندها نوع من النقص في الاكسبريشن للسيرت الموليكول على السطح اللي احنا بتتذكروا زي سميناهم زمان عبارة عن الكوستيمولاتري موليكولز. يعني هتقول لي انا خليني عايشة كبي سيل مش عايز اطلع لا سي دي اي تي ولا سي دي اي تي مثلا 6، لانه تنساش البي سيل عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل، ولا اطلع عندي على سي دي 40 على السطح. هذا وضع عام، فمعناته بتضلها عايشه في وجود او في بالمعنى الاصح في عندها نقص في الكو ستيمولاتوري مولكيول. يا اما يحصل للخليه ريسبتور اديتنج اللي هو اعاده صياغه في الريسبتور بتاعت البي سيل، واحنا عارفين ايش معنى ريسبتور اللي هو عباره عن الاي جي ام الموجود على سطح الخلية أو الـ IGD بشكل أو بآخر، لكن المير ريسبتور هو عبارة عن الـ IGM، وهذا الكلام تحدثنا عنه بما فيه الكفاية في خلال الفصل الماضي. الآن نجي نتحدث على الـ Peripheral Tolerance. صورة الـ Central إن شاء الله تكون وضحت. الـ Peripheral Tolerance إيش اللي بيحصل عندنا؟ حصل إنه الخلية صار لها سنترال توليرانس، لكن ذكرنا في جملة في الدقائق الماضية بأنه ما أقدرش أقول كومبليت أنتيجين ويل بي ريكوجنايز تات السيلف أنتيجين وتم الإديوكيشن عليها في داخل التايمس أو في داخل البول مارو. ما ماتوا ممكن يحصل لهذه الأنتيجينات بريفلر توليرانس في داخل السيركوليشن، هنتعرف عنهم عليهم إن شاء الله رب العالمين. إذن لو بنلاحظ هنا الميكانيزم of peripheral tolerance، في عنا حاجة اسمها ignorance split tolerance energy suppression. طبعا هنا ذاكر ملاحظة انه the same antigen may be immunogenic أو tolerogenic depending on how it's administered، يعني هذا الكلام ذكرناه في السابق. نيجي نطلع على موضوع ignorance، ايش يعني ignorance؟ طبعا كلمة ignorance معروف انه انا مهمل. It can be shown that there are both T and B cell specific for autoantigen present in circulation.
اعتبر انه موجودين في السيركوليشن، وفي هناك انتيجين لم نتعرف عليه. ايش اللي بصير عندنا؟ بيصير في عندنا نوع من الاهمال او التغاضي عن هذا الانتيجين من عده شغلات. الشغله الاولى انه ممكن يكون في عندي انتيجين انا ما تعرفتش عليه في البون مارو او ما تعرفتش عليه في التايمس، لكن موجود از فيري سمول. تمام؟ بمعنى انه كميه الانتيجين قليله بحيث انه عمليه البرزنتيشن تاعتها اللي على الام ات سي كلاس 1 نوت سو ماتش، بحيث انه لو قابلت التي سيل او البي سيل على سبيل المثال، تمام، اتعرف عليها حيكون عندنا التريشولد. في حاجه بسموها دائما لما تعمل انت اميون ريسبونس للخلايا، في عندها يعني سيرتن ليفل لازم يكون موجود على أساس بعد هيك ايش يصير عمليه الاستيميوليشن، لكن هذا التريشولد ستيل لو، تمام، فمعناته ممكن ما يحصلش عندي. اذا وكانه بيقول لي اهمل. هذا شغله. الشغله الثانيه في عندنا حاجه انه بتلاقي في بعض من الانتيجينات في داخل جسمي موجوده، تمام، بتكون موجوده في حاجه بسموها بريفليج سايت، تمام، زي مثلا الكورنيا، تمام، اللي في العين، بعض احيانا السنترال نيرفس سيستم او التستس، تمام. هذول عباره عن مناطق بعيده زي الكورنيا في العين القرنيه والجهاز العصبي والخصتين، تمام، بيكونوا far away from contact with the immune cell، تمام، far away. يعني مثلا لو حصل عندي نوع من الدمج في الكورنيا ممكن يصير expose للكورنيا للإميون سيل ويصير في مشاكل ضد الكورنيا. ممكن واحد صار عنده تروما، تمام، مثلا تعرض لحادث وصار في injury في التستس على سبيل المثال، ممكن صارت التستس exposed to the immune cell، تمام. عشان هيك بيحصل ممكن يصير في عندي antibody مثلا ضد هذه الأجسام أو الموجودة عندي في داخل التستس. واضح هذا الكلام بيحصل. أو ممكن يكون عندي نفس القضية أجسام مضادة ضد الكورنيا. بمعنى لو أنا أخذت هذه الكورنيا القرنية أو أخذت أجزاء بروتينات من التستس وعملتهم مثلا انجكشن إلي أنا نفسي كجسمي، تمام، وعملت سبكوتينيوس انجكشن، هيحصل أنه هيصير في هناك عندي مناعة ضدهم على الرغم أنه هم ماي أون، لكن لأنهم موجودين في بريفليج سايت في الوضع الطبيعي إحنا ما قربناش منهم كخلايا مناعة، تمام، ولكن نتيجة صار في عندي دامج فصار عندهم عرضة يكونوا احتكاك مع الإميون سيلز، وهذا الأمر موجود عندنا. أوكي، بقول لي كمان في وجدوا أنه في الكورنيا إندوتيليال سيل زي ما إحنا شايفين هنا، وجدوا أنه في عندهم حاجة اسمها فاس ليجاند، أنه عبارة عن مؤشر على سطحهن. لو أيت الخلية الإميون سيل اللي عليها الفاس ممكن تقابلها وتقولها خلاص انصرفي أو ادخلي على أبوبتوسز، تمام. إذا هيك إحنا فهمنا إيش معنات إجنورانس. إجنورانس تاخد وجهين. الوجه الأول إنه التركيز تاعت الأنتيجين ماي سيلف أنتيجين سواء كان على مستوى الإندوكراين سيستم أو على مستويات أخرى very small، أو الشغلة الثانية إنه موجود هذا الأنتيجين في مناطق بريفليج سايت، يعني مناطق معزولة أو يسموها sequestered antigen، تمام، مناطق معزولة عن الاحتكاك مع الإميون سيستم. نيجي لحاجة اسمها split tolerance. split tolerance بمعنى بسيط لهذه الجملة الموجودة عندي في هذه الفقرة، أوكي، إنه قلنا إنه في عندنا حاجة اسمها threshold. إحنا بنعرف من خلال دراستنا المرة الماضية قلنا التي سيل يحتاجها البي سيل تحتاجها عشان تصير لها اكتيفيشن، تمام. بيجي بيحصل بعض الاحيان بيجي بيقول لي انا تي سيل اذا انت بدك تعمل لي اكتيفيشن لازم يكون عندي سيرتن ثريشولد من الانتيجينات الموجوده من البيبتايد الموجوده على الريسبتور عشان انا احفز، وكذلك البي سيل لها ثريشولد عشان تحفز. ايوه، لكن ايش اللي بيحصل؟ بقدرش اقول انه الثريشولد بتاعت البي سيل عشان تحفز نفس الثريشولد بتاعت تي سيل. فممكن يحصل انه واحد من الخلايا اللي ترشل بتاعها اوكي كويس وبدها تنشط، لكن الثانيه بتقول لك لا انا ما وصلتش لمرحله ان انا احفز او اثار او يصير الاستيميوليشن.
فمعناته لا انا مش هيصير لي هناك اكتيفيشن، وعضو الاساس بصير فيه نوع من الديستيربنس. واضح؟ هذا بسموه نوع من السبليت توليرانس. واضح؟ سبليت توليرانس. هذا مثلا على سبيل المثال بقول لي انا عندي بي سيل، تمام؟ ممكن نو تي سيل هيلب بيحصل، هذا من باب عفوا سوري الانرجي، ممكن عفوا سبليت توليرانس. يعني بقول لي هنا بي سيل انرجي انه انا مش لاقي على قبالي اشياء اخرى. بمعنى اخر، بمعنى اخر يمكن احنا سبقنا في الصوره الاصول هنا الصوره تيجي بعد هذا، معلش. انرجي ايش معنات انرجي للتي سيل؟ بشكل بسيط في الوضع الطبيعي انه التي سيل مع الدندريتك سيل عشان يصير لها تحفيز، اذا انتم ذاكرين لازم يصير عندي كونتاكت زي ما شايفين في الصوره، التي سيل ريسبتور مع الام اتش سي كلاس، السي دي 40 مع 40 ليجند، السي دي 28 مع السي دي 80 او 86، هيك بقدر اقول 100% صار في كونتاكت. لكن بعض الاحيان تلاقي احنا يعني في عندنا ايش نقص في هذه الكونتاكت زي ما انتم شايفين هنا، تمام؟ اوكي. تلاحظ انه هذه خليه التي سيل لما اجت تشتبك مع الخليه هنا، تمام، مع خليه من خلايا جسمي عليها انتجينات انا ما تعرفتش عليها في داخل التايمرز، تلاحظ انه ما فيش عندي ايش؟ فيش عندي كوستيميلتري مولكيولز، فمعناته انا وكانه في حاله انرجي. ما فيش عندي ايش؟ كوستيميلتري مولكيولز وكانه انا في حاله انرجي. تمام؟ وهذا اللي بيحصل عندنا في هذا الموضوع، انه الانرجي انه الكوستيميلتري مولكيولز فيها نقص في الاكسبريشن على السيرفيس، وهذا اللي خلى الخلايا تضلها نايمه وما تعملش مشاكل بشكل او باخر. اوكي. بيجي بيطلع هنا الانرجي على مستوى البي سيل. على سبيل المثال بيجي بيقول لي ديز ميكانيزم اوف توليرانس بي سيل. اوكي موجود عندي. هذا الامر بيجي بيقول لي ايش بيحصل؟ اذا بتلاحظ على خليه البي سيل بيقول لي ديز اداون ريجوليشن اوف سيرفيس اي جي ام. تمام؟ هذا من الاشياء اللي وجدوها. وجدوا انه الخلايا الانيرجيك بي سيل انه كميه الانتيجين عفوا الانتي بادي اي جي ام على السيرفيس بتكون اقل او بصير لها داون ريجوليشن وبيرتفع الاي جي دي. هذا من ضمن الاشياء اللي وجدوها هنا في هذا الموضوع. اوكي از ويل از انه في عندنا ابسنس في الكو ستيمولاتري موليكولز. ايش كمان في عندنا حاجه اخرى اسمها سبريشن. ايش يعني سبريشن؟ اذا تتذكروا في عندنا قلنا في عندنا سبريسور سيل ريجوليتري سيل اللي هي سي دي 4 سي دي 25 وبتشكل نسبه معينه من الخلايا، هذه بامكانها من خلال السيتوكاينز تاعتها تحبط الخلايا المناعه. ممكن يحصل انه هذا الريجوليتري سيل من خلال الدندريتك سيل تحفزت عندما تعرفت على انتجين معين من انتجين تاع جسمي. وهذا الكلام بين قوسين بيقولوا انه كمان في عندنا دندريتك سيل اسمها توليرجينيك دندريتك سيل، يعني هي لها علاقه في انها تحافظ على التوازن بحيث انه ما يصيرش في ضرر لمين؟ لا السلف انتيجين. فحصل انه الريجوليتري سيل احتكت مع هذه الخلايا وصارت تعمل افراز لسيتوكاينز تحبط الخلايا اللي ممكن تعمل عمليه يعني بالمعنى الاصح اتاك لسلف انتيجين. اذا هيك بكون عندي انا اللي هو هذا الانتيجين توليرانس على مستوى البريفرال من خلال اجنورانس، من خلال انرجي، من خلال سبليت توليرانس، من خلال السبريشن. هنا الصوره هذه بتوضح لي معلومه انه بقول لي الدنتريتك سيل عفوا الريجوليتري سيل في عندنا نوعين، نوع اوريدي تم بنائه في البون مارو وراء على التايمس وصار ريجوليتري يسموه نيتشرال ريجوليتري تي سيل، عنده سي دي 25 سي دي 4 وعنده الفوكس بي 3 بلس. ليش الفوكس بي 3؟ هذا عباره عن ترانسكريبشن فاكتور لمين؟ عشان يساعد في عمليه بناء السيتوكاينز اللي بيعمل سبريشن للاميون ريسبونس زي انتروكين 10 وزي ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. كمان ايش بيقول لي؟ في عندنا اندوست تي ريجوليتري ممكن يحصل، يعني خليه تي سيل
عادية CD4 cell، لكن هي CD25 minus، لكن بعد هيك يحصل لها أنها تتحول لCD25 plus CD4 plus ويكون عندها FOX B3 plus، تمام؟ مش FOX B3 minus، أوكي؟ اللي بيساعد في عملية إنه هو يحصل يكون عندنا regulatory cell بتساعد في عملية الإميون suppression. هاي المقصود في هذا الصورة. صورة تانية بيجي بقول لي أنا، بقول لي كمان الريجولاتري سيل، أوكي أوكي، هذا الريجولاتري سيل اللي تعرفت من الأنتيجين بريزنتينج سيل زي ما ذكرنا، تمام، تعرفت، أقول إيش بتحصل؟ إنه هذه الخلايا الريجولاتري سيل من خلال موليكول اسمه LAG3، كمان غير السيتوكاينز اللي بتطلعهم، غير السيتوكاينز الانترلوكين 10 والترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، عندها فاكتورز هنا على السطح موجود اسمه LAG3، بيقولوا عنه ليمفوسايت اكتيفيشن جين 3، بيرتبط على الام اتش سي كلاس 2، وممكن حيساعد في عمليه تحبيط الكونتاكت ما بين التي سيل الاكتيف او اللي حيصير الديفرنشيشن او الافكتور مع اللي هي خليه الانتيجين بريزنتنج سيل. اذا هذا عباره عن جانب من جوانب النشاط اللي ممكن تقوم فيه التي ريجولاتري سيل بشكل او باخر من خلال انتاج الانترلوكين 10 والترانسفورمينج جروت فاكتور بيتا، بالاضافه الى ال اي جي 3 موليكيول اللي بنتج على السطح. هذا بشكل عام عباره عن صوره توضيحيه، اطلع عليها نورمالي نورمال انه الانتيجين بريزنتنج سيل تتقابل مع خليه يصير لها اكتيفيشن التي سيل. في عنا إغنورانس إنه أنا بعيدة عنك، تمام، في عنا بارير، تمام، أناتوميكال بارير، فالخلايا مش هتأثر. ديليشن طبعا ممكن يحصل من خلال الفاس فاس ليجند زي ما ذكرنا. إنهيبيشن من خلال إنه يكون في عنا نوع من الإنهيبيشن. إيش يعني إنهيبيشن؟ إنه ممكن يصير إنه يطلع عندي اللي هو CD28، أوكي، CD28 الموجود عندي، اوكي، يجي بداله CTLA4 اللي هو عبارة عن CD152 ويشبك مع اللي هو الليجند بتاعه في خلال مع الخلية الانتيجين بريزنتنج سيل، اوكي، انه الانتيجين بريزنتنج سيل، اوكي، تحبط هذا التي سيل من خلال مين؟ من خلال انه التي سيل، تمام، وجود اللي هو في تي سيل اللي هو بسموه سي تي ال اي 4، السي تي ال اي 4 اللي هو سي دي 152 بيشبك مع السي دي 8 تي سي دي 86. هذا الاشتباك بخلي خليه التي سيل تصير سايلنت مش اكتيف، واضح؟ هذا من ضمن طرق اللي هو الانهيبيشن للتي سيل. او السبرس ايش يعني؟ والله عندي ريجوليتري تي سيل، هذه بدها تتنشط، قامت الريجوليتري تي سيل اعطتني انترلوكين 10 وترانسفورمينج جروت فاكتور بيتا وحبطت لي هذا التي، فصار عندي نو اكتيفيشن. اذا هذه عباره عن اوجه من اوجه البريفرال توليرانس اللي ممكن تحصل عندنا بشكل عام. نيجي لنقطة أخيرة في هذه المحاضرة، إنه إحنا في عنا هذه كمان اسمها oral tolerance، وهنا الحديث عنها صحيح a lot، لكن إحنا نحاول نختصر الكلام بشكل بسيط. إحنا طبعاً تعرف بدخل جسمنا a lot of antigen، بنأكل دائماً وهنم جارة، فبيجي بيعطيني صياغة بسيطة في أساس يعني تكون simple، طبعاً أمور أكثر من هيك تعقيد. بقول لي إذا كانت عندي أنا الدوز تاعت الأنتيجين اللي باخدها، الجسم الغريب اللي باكله بغض النظر إيش هو، إذا كان عندنا بلو دوز أو كان عندي بهاي دوز، خلينا ننتقل على الصورة عشان تكون الأمور برضو واضحة. بقول لي الأورال أدمينستريشن إذا كان هاي دوز ولو دوز، هاي دوز اعرف إنه هيحصل عندنا سبحان الله ميكانيزم في داخل الانتستينال أريا، تمام، إنه يكون يصير عندي ديليشن او انرجي لمين؟ للتي هيلبر والتي هيلبر 2 الموجوده في وين؟ في منطقه الجاسترو اسوشيتد لينفويد تيشو، تمام؟ هيحصل عندنا ايش؟ نوع من الديليشن في مناطق اللي بقول عنها المالت، اوكي؟ هذه الجاسترو اسوشيتد لينفويد تيشو
حيحصل في عنا ديليشن او انيرجي لتيه البر تيه البر تو، هيك نفهم. فعنا يا اما يحصل ديليشن او يحصل عندي ايش انيرجي، هذا واحد. في كمان تصور اخر بقول انه اذا كان عندي لو دوز هيحصل يطلع عندي خلايا زي تي هيلبر 2 مثلا، طلع انترلوكين 4 وانترلوكين 10 او تي هيلبر 3 اللي بنقول عنها ريجوليتد سيل، تمام، تطلع ترانسفورمين جروث فاكتور بيتا وهيعمل لي تحبيط للخلايا. هذا هي الفكره العامه في موضوع الاورال توليرانس. هذا عباره هنا في السلايد هذه بيعرفني يعني بشكل او باخر، خلينا من باب المعرفه، تمام، بيجي بيقول لي يوجد هناك اوكي خلايا تي سيل موجوده لكن هي سبحان الله سي دي 8 في منطقه الانتستين، يعني مش سايتوتوكسيك، لا خلايا اخرى، ولكن عندها جاما دلتا تي تي سيل ريسبتور جاما دلتا. اوكي وجدوا انه هذه الخلايا، هذه من باب المعلومه، تمام، اذا صار لها ديليشن هذه الخلايا راحت اوكي ممكن يؤدي يصير في عندي مشاكل في الاورال توليرانس، يصير عندي مشاكل اوتو اميون ديزيز. هذا من ضمن تفسيراتهم. كمان وجدوا حاجه اخرى انه الانترلوكين 10 اللي يفرز والريتينويك اسيد وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، تمام، هذول بيساعدوا اوكي انه بيكونوا عباره عن تحبيط لمين؟ لخروج IGA. احنا بنعرف بين قوسين انه انا في عندي مستودع ضخم جدا ومستنقع من الـ IGA، وهذا الاشي يعني سر رهيب من رحمة الله، انه انا في الانتستين تاعتي على السطح تاعها في عندي ألط من النورمال فلورا، وكذلك عندي ألط من الـ IGA، وعايشين بتجانس في توليرانس. لو حصل انه هذه النورمال فلورا اتلخبط العيار تاعها وصارت باتوجينيك، سبحان الله، ممكن الاي جي اي يخرج جديد من البي سيل غير الاي جي اي الموجود ويكون ضد الميكروب. هذا الكلام موجود كمعلومه نعرفها، لكن ان جنرال اوكي بشكل او باخر انه هذا السيتوكاينز وهذه المواد دائما في وجود الاي جي اي اللي قلنا عندنا عامل توليرانس، هذه بتمنع خروج IgA with specificity معينة. نفهم لحد هنا بس. كما انه في عندنا خلايا اسمها Nature Killer T Cell. اوكي. تذكروا Nature Killer T Cell هذه إلى علاقة في معرفة الليبيد. تمام؟ وبتنتج Interleukin 4 مع Interferon Gamma. تمام، فبقول لي انا هذا المنتج تاعهم في مناطق الانتستين لو وجدت هذه الخلايا ممكن تلعب دور في الاورال توليرانس باي موديليتنج الدندريتك سيل. ايش يعني؟ يا اما السيتوكاينز هذه تروح على ريجوليتد سيل وتعمل وتنشطها وتقولها انتجي لي السيتوكاين انترلوكين 10 وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، يا اما تروح على البي على الدندريتك سيل اللي هي بالاخص الانترلوكين طبعا 10 الانترلوكين 10 الان مش الانترفيرون جاما راح عندي على ريجوليتري سيل ونشطها مع الانترلوكين 4. هذا الريجوليتري سيل هتنتج انترلوكين 10 وترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا اللي بدوره هيحبط الدندريتك سيل، يعني يقول للدندريتك سيل انخمدي يا دندريتك سيل، لو اي تكتيس اللي بدها تتنشط ما تنشطهاش بشكل او باخر، لانه معناته حيكون سبريشن للدنتريك سيل، وكانه الدنتريك سيل حتكون عباره عن توليروجينيك دنتريك سيل. هي المقصود في هذه العباره. هنا صوره بس توضيحيه، عندي انيرجي او ديليشن زي ما قلنا في الهاي دوز لمين؟ لخلايا تي هيلبر وتي هيلبر 117 وهلم جره. وفي اللو دوز زي ما احنا شايفين، تمام، في عندنا زي ما قلنا خلايا تي هيلبر 3 او الريجوليتر خلينا نسميها بشكل او باخر او من نوع اخر من الخلايا، وتنتج هذه الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا وبتحبط طبعا في الحاله هذه الدنتريتك سيل بشكل او باخر. وطبعا في عندي خلايا دنتريتك سيل بعده ماركرز احنا مش في طور الحديث عنه هنا، كما انه في عندنا مثلا حديث بلازما سايتويد دنتريتك سيل. على كل بهيك ان شاء الله بنكون انهينا المحاضره الاولى ان شاء الله في موضوع التوليرانس.
تحدثنا فيها ان جنرال عن السنترال توليرانس، وكذلك تحدثنا عن البيريفرال توليرانس، وقبل هيك طبعا تحدثنا على طبيعه الاميونوجينيسيتي والتوليروجينيسيتي لموضوع الانتيجين، ايش هي العوامل التي تؤثر، واخيرا تحدثنا على اللي هو الاورال توليرانس بشكل عام. ويعطيكم العافيه، نلتقي ان شاء الله رب العالمين في محاضره قادمه، والسلام عليكم.